ما هذا؟ اصمت. لا جدوى من النحيب. الآن اللعنة. من ذلك؟ غرايلا، إنها لا. ما خطبه؟ لا أشعر بشيء. ما من شيء لتشعر به. أزهقت غرايلا روحه. أين تعيش؟ ماذا ستفعل؟ دفنت ما يكفي من الذئاب. اتبعني. المخلوقات سريعة. سأتصرف. يا أفا. سوف أنجح. صدفنا غريلا، لا تفعل شيئاً متطرفاً. لماذا؟ إنها جدتي. ماذا؟ لم تكن هكذا دائماً. عندما علمت أن أبي لن يفعل أي شيء لتجنب قدره، تغيرت. فهمت. يافا. علينا إيجاد طريقة للعبور. أترى شيئاً على الجانب الآخر؟ أبحث. كثير من العمالقة هنا على مر الزمن. أود أن تعرف عن أمك. عاشت حياة كاملة قبل ولادتي، لكنني لا أعلم عنها أي شيء. آسفة، لا أعرف شيئا عنها. تركت والدتك مسار العمالقة قبل ولادتي. لاتا، هيا. هذا مسكن غرايلا، لا أضواء. أظنها تتفقد أفخاخها، لكن ربما بالداخل حيوانات أخرى. علينا الإسراع. يوجد طريق آخر بالأعلى، فلنعرف كيف نصل إليه. ها. ها.
ربما يوجد مسلك من الجانب الآخر. لن أستطيع العبور. أترى طريقة أخرى لأصعب؟ يا لك. إذن جرايلا، فيما تحتاج أرواح الحيوانات بأي حال؟ يمكنها عيش لحظات من حياتها والشعور بالحرية أخيراً، واستشعار الريح تسري في فرائها، ولا يثير قلقها سوى ما تصطاد وأين تنام، لكن ذلك ليس حقيقياً. أوه. جرايلا في الخارج. واو، أغراضها كبيرة للغاية. أين الذئب؟ هناك باب للقبو، ربما تحتفظ فيه بالحيوانات. المفتاح في القفل بالفعل، علينا إدارته. لوكي اسمعي، نعلم مستقبلك ولا يشمل قتلنا على يد جدتك. الأمور لا تجري هكذا. اقتربت، نجحت. أظنني أسمع أنفاساً من آخر القبو. أنا أيضاً، لكني لا أسمع أصواتها. فلنجد طريقاً للعودة. يافا، هكذا. لا أشعر بأي شيء، تماماً مثل الأخرى. سلبتها الروح، لا يوجد من أفعله. أمسكي هذا. ماذا ستفعل؟ أنا لديك عملاق لا تحبينه.
صحيح؟ ماذا؟ لا يهم، هذه هي. لا، لا يمكنك. والدتك جعلتها مسؤوليتي. أجل، بالنهاية أخذتها مني للتو. أعرف، لكن لن تختبئ للأبد، صحيح؟ ولن نتركها هنا لتموت. أمتأكد؟ لا. لا أدري كيف أتمم هذا الجزء. حسناً، معاً إذن. فيكيا. فيكيا. هذا فقط؟ أين تذهب؟ أنجح ذلك؟ أنا لا أعرف. خذ. استسلمت بالفعل؟ إنها مسؤوليتك. لم أستسلم، لم أفعل. أنا فقط أظن أنها أفضل معك. لوكي، أنت متأكد؟ نادني أتريوس. حسناً، لنعد ونصعد الدرجة ثانية. أنا آسف، أنا فقط. علينا الخروج من حيث دخلنا حتى لا تعرف أننا جئنا. فلنرجع الكأس في أقرب فرصة. علينا إغلاق الباب. أتصرف. هاي، ساعدني، إنه أثقل مما يبدو. اختبئ. كفى نواحا، لن تتذكر حتى بعد لحظة. لا، لكنها ستقتله. لا، لأننا سنوقفها. تجنبت هذا لفترة، ليست بخير. أتعلم؟ عليك أن تشكرني. ما فائدة الروح لأي أحد؟ مجرد وعاء للألم. أكاد أن أحسدك. حسناً، القدر بدونه لا فائدة للأرواح. سأشتتها. أطلق الذئب ثم سنكسر القدر. متأكدة؟ لا، لكن لن نختبئ للأبد. هيا. شتتي.
لك ألا تعودي هنا. صحيح، انظري إلي. نسيت الكثير من الأشياء وترفضين أن تكوني أحدها. لا يجب أن تسير الأمور هكذا. لو راغناروك قادمة ألا نواجهها معا؟ ماذا فعل المصير لأي أحد؟ أكان مصير أمك أن تموت في شبابها؟ أكان مصير والدك أحضرت صديقا. لوكي، لوكي دعيه وتعال. اخرجي من بيتي. من هنا اتبعني. بسرعة. من هنا. هذا صحيح. أركضي. من هنا. هناك طريق لمطبخها. جاه. أين أنت؟ هل تودين العودة؟ قلت إن علينا ذلك. أنا أسمعك. هناك. يجب تدمير القدر. أتتأرجح للعبور؟ أين ذهبت؟ أتختبئين؟ كان عليك البقاء مختبئة مع لوحاتك يا فتاة. ابتعد عن ذلك. بطل ليوتنار هنا في منزلي المتواضع. أتحظى ببعض المتعة قبل أن يموت والدك؟ لا تتحدثي عن والدي. ستنفعك عامل بالصبل. اصمتي. سيكون لك أبا صالحا لدرجة أنك ستنسى أباك الصالح. اصمتي. هذه فرصتك. اتجه بالقدر. لماذا أتيت إلى هنا؟ لا! ابتعد! دراكا عن أنتي! يجب القفز عن الأرض. عملاقان بائسان كلاكما! توجد شمعة هناك. ربما تصعق إذا ضربتها. صعقة. اضرب القدر الآن. حربة لا تخزيني أيتها الفتاة. لا تعني ذلك. سبرينغان كلانكو. لم تمس قدري. برينغان بين. لن تدمره. ارمي الأسهم قبل أن تصيبك. سيبدد ذلك سحرها. لما تصممين على إيذائي بهذا الشكل يا فتاة؟ لم أؤذك أبدا. توقفي عن سرقة الأرواح. مجرد حيوانات. فيما أتيتكما من قبل؟ هذا كل ما لدي. حتى يرى دعاني وشأني. حاول أن تذكر بها من إحدى الشموع. ستين. أنجل بود احترسي. انزلي عن المنضدة. ضايقت. اضرب القدرة الآن.
ليتني ألقيتك للذئاب بعد أن سحبتك من بطن أمك. ارحلي. فقط ارحلي. لا، هيا بنا. تظنين أنك فعلت ما يذكر هنا يا حفيدتي؟ أنت مجرد نكرة ولن يتذكرك أي أحد، ولا حتى لوكي. سوف تكونين فصلاً منسياً في قصته. سوف يكون مشغولاً بالحزن على أبيه. إن رأيتك ستتمنين الموت كوالديك. متأكدة من تركها هنا؟ ماذا لو خرجت تبحث عن... كانت تترك لي الطعام. ماذا؟ كانت تقول لا تهتم بي، لكن أحياناً أستيقظ وأجد رغيف خبز بجانب النار مخبوزاً بطريقتها كما اعتادت. ليست متوحشة، أتفهم؟ هي تائهة. نتمشى. من هنا علينا أن نعودك. غبت فترة أطول مما ظننت. أنجر بودا. لا بأس، قد طال انتظار ذلك. سنعود حين نصل للجانب الآخر. إذن أفضل محاولتين من ثلاث؟ أتريوس سابقيني. هيا أرى ما تفعله. تعلمين أنك تريدين إعادة الصباح. وأنا أقدر. المرة الماضية أنا تغلبت عليك. متأكد أنه كان تعادلا. لم يكن كذلك. أثبتي خطأي. 1، 2، 3. حسنا. قادمة أم ماذا؟ هيا هيا هيا. ثعلبك؟ ولن تفعلي. انتبه للمنعطف. ليس لدي فكرة فيما تقوله. هذا الحقل دائما رائحته زكية. أنفك أفضل كثيرا هكذا. لا تشتت انتباهك. بحقك، لن تتعب الآن، صحيح؟ لا، لن تفعل. إيسا، أسرع، نلنا منه الآن. لن تبعدك كفوف الذئب كثيرا. كدنا نصل. لقد أجهدتني حقا. أجهدتك؟ أنت ركبتي ثعلبا سحريا طوال الطريق. لوكي، أترياس، شكرا لك. آسف لقسوته عليك. وأنا. حسناً، أظنك مستعداً للعودة. سنتقابل عند الضريح. علي المغادرة؟ ليس إذا لم ترغب. لم تكن نبوءتك واضحة عن متى عليك الرحيل. نبوءتي. هذه مغطاة. أجل، ليست جاهزة ليرها أي أحد عدا يالا. لن تكون بهذا السوء. ربما سأريك إياها في يوم ما، لكن ليس اليوم.
ما زلت لا تصدق، صحيح؟ لا أقدر. تظنين أني غبي؟ أظنك تهتم بوالدك لدرجة أنك لا تتخيل وجوده بعالم سيؤذيه. تعال، سأريك شيئاً. لعوفة لأمي؟ ليتها لم تكن فارغة، لكن أعلم شعور فقداني أحد الوالدين أو كليهما. ربما رحلت والدتك، لكن والدك لديكما وقت للوداع. أفهم كلامك وأقدره حقا، لكن لا أعرف، لسنا مجرد قصص بنهايات مكتوبة. ما مصيرك الآن؟ لا أعلم. كما قلت، فور مغادرتك سوف ينتهي دوري. تعلم، يمكنك البقاء. حجم دورك أنت تحددينه. ماذا ستفعل؟ لا أعرف. لن أقف وأدعى أبي يموت. علي العودة. حسناً. ها، النجوم مختلفة. لا، أنت المختلف. سأراك ثانيةً. أكيد. الآن أغمض عينيك وأمسكها جيدا. لا تريد فقدانها. الديار، فكر بها وكررها. الديار، الديار، الديار. هكذا؟ أوه لا، الديار الأخرى، الديار الأخرى، الديار الأخرى.
علي العودة لسنجري ومعرفة كيف سأنقذ أبي، وعلي إبقاء آيرون وود وأندر بودا سراً فيما ورطت نفسي. فيما كنت تفكر؟ أنا أردت زيارة فينر. يومين؟ أنا لا تكذب مجدداً. لما جئت هنا وحدك؟ أتريد أن تهلك؟ ليس أكثر منك. لما إذن؟ لما؟ ما الذي تخفيه عني؟ حاولت سير هذا الدرب بصحبتك، نتبع كل هوى لديك. لا تؤمن بأي منها. ومع ذلك أتبعك، لأن كل ما يهم هو أنك بأمان. هذا ليس كل ما يهم، من يحافظ على أمنك. لا أحتاج منك أن تحميني. متأكد من ذلك؟ ماذا تعرف؟ لا يسعني الحديث، لكن أريدك أن تثق بي. كتمت أسراراً وأثق بك. الأمر مختلف. ولما؟ أخفيت أموراً، وأمي أيضاً كان لديكما أسباب مثلي. لما لا يمكنك؟ يبدو أن هذا اللعين نجح أخيراً. Freya.
كل انتهاك قد تتخيله. لا! أتريوس! هذا ليس ما تريد! هدي عقلك! تحكم به! كانت صديقتنا! أتريوس! أتريوس! تأذيت! ربما في هذه اللحظة أنت أكثر فائدة لي وأنت حي. أتريوس، فلتعد. أعود؟ حقاً؟ ستخبرني بالحقيقة عندما أعود. الآن علي تصويب الأمور. سنصحبه. أوه، جلالتك، تسرني رؤيتك مجدداً. براد نيفر، لا تدعاه يغيب. سمعته يا صغيري، هيا لنتحرك. ما الذي تريدين؟ أرفض التقيد بهذا العالم. سنسافر لفانهايم. حسناً، يقتصر الأمر علينا. بوابة إلى فانهايم حالاً. إذا كنت مقيدة فكيف ستسافرين؟ أعددت حماية تمنع طردي من العالم.